استنى يا جماعه، مع بعض هنعمل انا وانتم فستان المحجبات بشكل سهل وبسيط قوي ومن الصفر. اول حاجه هنقول بسم الله وهنبدا زي ما انتم شايفين كده نتني القماش بتاعنا مره بالطريقه دي، هي مره واحده بس هنتني القماش. طيب بالنسبه للخلف يا مريم، لا الخلف احنا عارفين طبعا الخطوط بتاعه بس هنشرحه برضك واحنا بنشتغل مع الامام. اول حاجه هنقول بسم الله وهنبدا نجيب كده القطعه اللي احنا عايزين نشتغل فيها. المفروض الفستان بتاعي في كلونه في الامام، في البلوزه من الامام موجوده، والكلونه دي ليها مسافه او ليها حد. طيب الحد بتاعها قد ايه؟ هيبقى 6 سنتي، يعني انا هزود على ربع دوران الصدر 6 سنتي زياده. ليه؟ علشان الكلونه، ادي ربع دوران الصدر الاساسي اهو، وادي الكلونه بتاعتي اهي، وبعدين هبدا انزل من هنا كده بطول حرد بطول الظهر معايا بالشكل ده من هنا، وهبدا انزل بحردة الرقبة من هنا اهو، وهبدا احط عرض حردة الرقبة، وبعدين اعمل حردة الرقبة الامامية. الخلفية هتبقى شبهها بس طبعا هتجيبيها ايه لازقة مع القماش. وبعدين هنبدا نجيب من هنا ننزل 2 سنتي ملان الكتف، ونحط خط بدون مقاس، وبعدين نحط طول الكتف معايا بالشكل ده اهو، وبعدين نبدا ننزل بطول الظهر. طول الظهر بنقسمه على نصين، وبعدين نبدا نحط ربع دوران الصدر في مكانه الطبيعي، وبعدين نحط ربع دوران الوسط في مكانه برضك الطبيعي كده، وبعدين نبدا ننزل من طول الكتف على دوران الصدر، وبعدين نبدا نرتفع 4 سنتي ونخش هنا 1 سنتي، ونبدا نعمل حردة الجيرو بتاعتي معايا اهي كده، وبعدين هنبدا واحده واحده نوصل دوران الوسط مع دوران الصدر. وبعد كده هنبدا بقى ان احنا نجيب القطعه بتاعه الكلونه دي ونبدا نحددها كده اهو. المفروض وانا بحددها اعمل لها نقط تعرفني بدايتها ونهايتها. النقط دي هعملها بالقلم الاضخم شويه من ده اهو كده، علشان تضغط لي الناحيه التانية، حتى لو حصل لها مشكله انا عايزاها تضغط لي الناحيه التانية. لو ملاحظين او شايفين ان هي ظهرت من الناحيه التانية اهي، وانا هتقل عليها برضك من الناحيه التانية علشان اديها نفس المكان. تمام، هبدا بقى دلوقتي ان انا اقص القطعة بتاعتي. وطبعا انا لو ما عملتش نقطة التحديد دي ممكن اتخلى عن نقطة التحديد، فايه اللي هيحصل؟ اني معايا المقاس الاساسي لربع دوران الصدر معايا او البطرون بتاعي، ومعايا مقاس كمان الكرونة بتاعتي، فانا في الحالتين معايا المقاسات بتاعتي فشغالة على اساسهم. تمام اهو بالشكل ده. اهم حاجة بس نقول بسم الله ونعمل كده اهو واحدة واحدة، ونبدأ نجيب القطعة ونفردها كويس قوي. تمام، المفروض ان القطعة دي تيجي تتقفل هنا، القطعة دي تتقفل هنا في النص في المنتصف كده اهو، وهبدا ادبس من تحت، هبدا ادبس من تحت ومن فوق كمان، بس لحظه واحده كده خلينا نثبتها اهي بالشكل ده. وبعدين هبدا اجيب القطعه الثانيه واروح عاملاها بردك كده اهو، واقفلها بردك من نفس الناحيه، يعني المفروض انا قفلت من الناحيه دي واقفل كمان من الناحيه دي اهي كده، وانا جايبه القطعه دي برضك كده اهو بس كده. لما يجي الفستان يتفرد وتلبسه هيديكي نفس الشكل، يعني بصوا لما تيجي نفرد، لما نيجي نفرد الفستان وتلبسه مثلا اهو، هيديكي نفس الشكل الموجود فين في الصورة اهو. شايفين يا جماعة ازاي نفس الشكل الموجود في الصورة اهو؟ لما يجي يتفرد قوي 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 هيديني نفس الشكل ونفس الوسع، وكمان معايا وسع هنا كبير،
فالوسع ده بيديني ايه؟ بيديني ان كل مثلا لو انت عايزه توسعي فيه بتقدري توسعي فيه اهو، شايفين ازاي؟ طيب بعدين هنعمل ايه؟ بعد كده هنبدأ نعمل الجيبة بتاعتنا، وهالجيبة هتبقى برضه كرونات، يعني الفستان من فوق فيه كرونة واحدة ومن تحت هيبقى فيه كذا واحدة، تمام؟ فهتبقى كسرات، عبارة عن كسرات بس على بعضها اهي. هنبدأ نتني كده ونقول بسم الله. انا هعملها كرونات عشوائية وانتي على حسب ما انتي عايزة، تمام؟ عايزاها عشوائية، عايزاها بمقاسات معينة، براحتك خالص. اهي لحظة واحدة بس كده، اهي كده، بس كده. وبعدين هبدأ اعمل كده بالشكل ده يا جماعة. بصوا هبدأ ان انا اشتغل فيها واحدة واحدة طبعا لحد ما اخلص الكمية كلها الموجودة معايا بالطريقة دي اهي. اهم حاجة بس ما تبخليش عليا باللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك، ده طبعا اختيارك انت، والصلاة على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو كده، بس كده، بس كده. شايفه ازاي؟ ادي الكولونات عملناها وظبطناها، هي ما اتظبطتش قوي طبعا عشان خاطر بحاول اظبطها لك، بس تمام يعني جابت نفس الشكل اللي انا محتاجاه. وهبدا اظبط بقيه شكلها وارجع لك تاني. وادي يا جماعه شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل في منتهى الشياكه برضك، وبسيط قوي ومن الصفر، وفكرته جميله جدا. بس كل طلبه منك انك تتفرجي واحده واحده، واللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك، ده طبعا اختيارك انت، والصلاه على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. دلوقتي طبعا انا بعمل لك الفكره بتاعه الدباسه دي هنا او الدبابيس دي هنا علشان خاطر توريكي بس ان الشكل موجود بتاع الفستان نفسه. بصوا او طلعتها ايه اللي هيحصل اهو، في هنا الزياده موجوده معايا، لو لما تيجي تلبسيه هتبدا الزياده تبان، فده هيديكي الشكل الاساسي بتاعه. اهم حاجه ما تبخليش عليا باللايك الجميل والتعليق الاجمل، والصلاه على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولو عجبتكم الفكره ما تبخلوش عليا يا جماعه بالاشتراك والانضمام الجميل. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. طبعا انا بعمل لك الفكره بتاعه الدباسه دي هنا او الدبابيس دي هنا علشان خاطر توريكي بس ان الشكل موجود بتاع الفستان نفسه. بصوا او طلعتها ايه اللي هيحصل اهو، في هنا الزياده موجوده معايا، لو لما تيجي تلبسيه هتبدا الزياده تبان، فده هيديكي الشكل الاساسي بتاعه. اهم حاجه ما تبخليش عليا باللايك الجميل والتعليق الاجمل، والصلاه على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولو عجبتكم الفكره ما تبخلوش عليا يا جماعه بالاشتراك والانضمام الجميل. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا.